هو من بين اللاعبين الذين غادروا أوطانهم مغمورين ليصبحوا في القارة العجوز مشهورين. نابي كيتا اسم كان مجهولا في غينيا ليصبح بعد سنوات قليلة فقط نجما ساطعا في دوري أبطال العالم البوندسليغا. من كوناكري غادر طفلا وهو لم يتجاوز سن 16 في اتجاه فرنسا بحثا عن مغامرة يسد بها رمقه الكروي. في 2011 لم تنجح اختباراته مع لوريون ولا حتى مع لومون، رغم ذلك لم يستسلم فانتظر سنتين بعد ذلك ليشارك في دورة لاستكشاف المواهب في مارسيليا. هنا رصدته عين إيستر أحد أندية الدرجة الثانية لتعلن ميلاد نجم صاعد في سماء الكرة الأوروبية. بعد موسم مميز في الجنوب الفرنسي اشتراه نادي ريد بول سالزبورغ مقابل 1,200,000 يورو ليتوج معه بطلا النمسا مرتين متتاليتين وليحصل في 2016 على لقب أفضل لاعب في النمسا وكذلك في موطنه غينيا. عندها ارتفعت أسهم كيتا لينتقل من سالزبورغ إلى لايبزيغ بصفقة بلغت 10 أضعاف سعره السابق. انضمامه إلى النادي الملتحق حديثا بأندية البوندسليغا كان لافتا منذ البداية، وكان ظهوره الأول أمام بوروسيا دورتموند حيث استطاع إحراز هدف الفوز الوحيد لفريقه. تألق الغيني مع لايبزيغ استمر في موسم استثنائي للاعب والنادي، فساهم كيتا ب15 هدفا بين 8 سجلها و7 أخرى صنعها ليقود الفريق الألماني لوصافة الدوري وتحقيق حلم المشاركة في تشامبيونز ليغ هذا الموسم. بروز ديكو إفريقيا كما يلقبه أبوه تيمنا بالنجم البرتغالي السابق لبرشلونة جعل رادارات كبرى الأندية الأوروبية ترصده وتطلب وده، أكثرها رغبة كان ليفربول الذي أعلن ضمه بعد أشهر من المحادثات ولكن مع تأجيل التنفيذ. فكيتا لن يصبح لاعبا رسميا لنادي الميرسيسايد إلا في الأول من يوليو 2018 بصفقة هي الأكبر في تاريخ النادي الأحمر قدرت ب 52 مليون يورو متجاوزة بذلك صفقة محمد صلاح ذات 50 مليونا. إذن من أحد الأحياء الفقيرة لكوناكري إلى معلم من معالم الكرة في العالم أنفيل، رسم نابي كيتا طريق اللاعب الإفريقي الأغلى في التاريخ، فهل يصبح يوما أفضل لاعب إفريقي لعب للراتس؟ رفض نادي ليفربول